بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري ونستهله بالعناوين. تعزيز المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بآلة طبية حديثة للتشخيص الدقيق والمبكر للأورام السرطانية. وطأة التغيرات المناخية تتجلى في تقلبات الطقس والسياسات الوطنية لمجابهة الظاهرة في حاجة إلى التمويل. استعدادات مكثفة بجربة لإعداد الشواطئ وتنظيفها لاستقبال المصطفين في أحسن الظروف. الانطلاقة في نشرة اليوم تكون من المجال الطبي وتحديدا من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، أين تم تعزيزه بآلة متطورة جدا بقسم الطب النووي للكشف عن الأمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله، وهي آلة متطورة جدا ستمكن من الكشف والتقصي المدقق للأورام السرطانية ومتابعة تطور هذا المرض والتدخل بأكثر نجاعة للقضاء عليها، وتقدر كلفة هذه الآلة بحوالي 7 ملايين دينار. أسابيع قليلة وتسجل هذه الآلة نقلة نوعية في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة على مستوى علاج الأورام بتوفرها على أحدث التقنيات في التشخيص المبكر والمتابعة الدقيقة التي تقلص من التكاليف وترفع من درجة العلاج. الشيموثيرابي غالية برشا، والآلة هذه تخليك تختار أحسن شيموثيرابي للمرضى. فما مرضى يلزم شيموثيرابي نوع، وإذا ما عندك هذه تنجم تغلط، معناتها تولي تصرف وتصرف في الغلط، فهمت؟ لا تفيد البلاد ولا تفيد المريض. بهالماكينة هذه تولي كل مريض تعطيه حقه في الدواء اللي يلزم. هذا المشروع هو في الحقيقة مكسب للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة كقطب جراحي أم أحدث الولاية على وعلى ولاية صفاقس، ويعتبر كمشروع في تكلفة تقدر بحوالي 7 مليون دينار باعتبار المحلات، وهو باش يعطي أكثر نجاعة باعتبار التشخيص المبكر للأورام السرطانية والتدقيق في التشخيص، باش يعطي نجاعة أكثر في كيفية مداواة هذا المرض الخبيث. بيتسكان هي واحدة من بين 3 آلات زودت بها وزارة الصحة المؤسسات الصحية العمومية بالعاصمة وسوسة وصفاقس، قيمة الواحدة 5 مليارات من المليمات، وأعدت لها الفضاء الملائم والموارد البشرية اللازمة. تم تكوين أخصائيين عليها، وسلطة الإشراف وزارة الصحة وقعت انتدابات خاصة بالقسم هذه وبالآلة هذه لتشغيلها في أقرب الأجل. الآلة هذه على غرار الآلة الموجودة في صالة حزيز ولا في سوسة، هي قفزة نوعية للمرضى والبحث العلمي، خطوة إلى الأمام تحسب للقطاع الصحي العمومي في صفاقس، في انتظار أن تتدعم بالمستشفى الجديد ونظرة شاملة للقطاع يستقطب الاستثمار الخاص ويجلب ما بات يعرف بالسياحة الطبية. في موضوع يتعلق بأحوال الطقس، علامات استفهام كثيرة أثيرت حول ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت المعدلات العادية خلال هذا الشهر في تونس. أسباب ارتفاعها يرجعه المختصون إلى التغيرات المناخية، هذه الظاهرة العالمية التي باتت حتمية تحتاج إلى اتخاذ السياسات اللازمة للتأقلم معها. تحت وطأة شمس حارقة في أحيان كثيرة تجاوزت المعدلات العادية لشهر جوان بين 6 و10 درجات. تساؤلات بشأن أسباب هذه التطورات يرجعها المختصون في الأرصاد الجوية أساساً إلى التغيرات المناخية، الظاهرة الكونية التي باتت حتمية لم تعد تونس بمنأى عن تأثيراتها السلبية. اتفاقية باريس لسنة 2015 سنة واللي تنص كونه لازم نسق ارتفاع درجات الحرارة من هنا حتى الموفى 2030 ما يفوتش درجتين، حتى فوتنا نصف درجة وكان باش نوصلوا بنفس السلوك نتاع توا، فراهو نسق درجة الحرارة باش يكون أكبر بكثير فيما يخصني سبب الغازات المؤديه للانحباس الحراري باش تكون اكثر برشا، وممكن باش نعيشوا وضعيات مترفه بنسق وبتواتر اهم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. تبدو ظاهره التغيرات المناخيه عميقه ومعقده لارتباطها بجميع مفاصل الحياه البشريه على غرار المنظومه الفلاحيه والامن الغذائي والشريط الساحلي والموارد المائيه وغيرها. وتعقد الظاهره يحتاج الى تاقلم وتكليف
التكيف معها في ذات الوقت عبر سياسات مناخية وطنية. نجم نقول فهم السياسة المناخية في تونس هي أنها منعزلة على السياسة الإيكولوجية والسياسة البيئية في تونس. نأخذ مثلا طريقة تصرف النفايات ما تتماشاش مع السياسة المناخية كيفاش لازمها تكون باش تخلينا نتصدوا للتغيرات المناخية. نذكر أنه التأقلم هي ممكن الجانب اللي يمسنا أكثر لأنه هذاك اللي يمس الاقتصاد التونسي. المشاريع المرصودة للتأقلم مع التغيرات المناخية يحتاج تنفيذها إلى تمويل خارجي، ملف يبدو وفق توفيق الصيادي الذي يمثل نقطة الاتصال الوطنية للصندوق العالمي للتأقلم مع التغيرات المناخية أنه خطى خطوات متقدمة. سيتم معناها في الأشهر القليلة القادمة توجيهها للصندوق الأخضر المناخ بكلفة حوالي 160 مليون دولار. المشاريع هذه باش تقوم بالتطويع الفلاحة للتكيف مع التغيرات المناخية. مثلا تطويع الفلاحة هي استغلال الأمثل للموارد المائية الموجودة، وما ننساوش اللي تونس تشكو معناها من قلة الموارد المائية، تونس تولي قادرة على مجابهة التغيرات المناخية هذه. كيف مثلا نعطيك مثال بسيط اللي كونوا مثلا فيضانات باش تولي مثلا فما آليات رصد وآليات معناها انذار. ويعول المتابعون للشأن المناخي بتونس إلى أن تساعد المفاوضات حول التغيرات المناخية في قمة المناخ التي تنعقد بالشيلي في ديسمبر القادم على توفير التمويل اللازم لمواجهة هذه الظاهرة. ومع ارتفاع درجات الحرارة يخير الكثير التوجه إلى البحر للتخفيف من وطأة الحر، وفي جزيرة جربة انطلق موسم الاصطياف بعد استكمال أشغال تهيئة عدد من الشواطئ لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف. مع ارتفاع درجات الحرارة يجد المواطنون وجهتهم الأولى البحر للتخفيف من وطأة أشعة الشمس، ليعلنوا بذلك انطلاق موسم الاصطياف بشواطئ جزيرة جربة. مع السخانة هذه القوية معروف ما عندك من تمشي للبحر، جربة معروفة نسمتها على البحر، تو تمشي مثلا الحوم تسوق تلقى 40 سخانة، وتو تشوف نسمة على البحر تعمل كيف. وجينا من الصباح من 7 نتاع الصباح اليوم نهار سخون ياسر بطبيعة، جو البحر ديما بحر السمح نظيف وناس باهية وريض وعقوا فيه كل شيء. باراسوليت موجودة، الكريسي موجودة، البحر ما شاء الله بيسين على حاله. مش عمى هي اللي عملناها الحق. هذا الإقبال المبكر على شواطئ الجزيرة جعل بلدية جربة الثلاثة يشرعون في تهيئة الشواطئ العمومية منذ فترة، إضافة إلى تحضير برمجة خاصة استعدادا لاستقبال موسم الاصطياف في أحسن الظروف. كنا يأتي واحد هذا معروف الناس كل مستصفين، ومرحبا بكم الناس كله، وحضرنا باراسولات وحضرنا الدواش وحضرنا المركب الصحي زادة. السناب دينا تفاجأنا، سناب تفاجأنا فجأة كبير، فهمت شهر جوان هكا وما زال جويلية أوت، إن شاء الله ربي يعاون الناس كله. بالنسبة للبلدية إيجيم عن شاطئ دار البيضة وشاطئ الشيخ يحيى، هما شاطئان مش مصنفين معناها شواطئ عمومية، ولكن المواطنين في إيجيم يرتدون في الصيف، فاستعدادات البلدية إن شاء الله باش تكون عن طريق التنظيف، بعض الحملات التحسيسية إن شاء الله مع المواطنين خاصة المواطنين بالخارج، وفما جمعيات من معناها باش تعاوننا في المجال هذايا لمزيد يعني المحافظة على نظافة الشواطئ متاعنا. وقدمنا عدة مطالب معناها للأبال وكالة حماية الشريط الساحلي من أجل إسناد عدة معنا شواطئ أخرى، وتمكننا يوم أمس من إضافة 3 شواطئ جديدة، شط الجولف، شط سيدي علي، وشط ياتي تروى، ياتي 3. ماشيين بالاشتراك مع المجتمع المدني باعتبار أن المسألة تنجم تجاوز حتى إمكانيات البلدية. مشكورين لأطراف المدنيين المختلفة أن اليوم قاعدين يساندوا في البلدية ويقوم بعملات النظافة حتى يكون معناها استعداداتنا جيدة جدا للموسم الصيف. عمل البلديات بجزيرة جربة سيكون مضاعفا في فصل الصيف خاصة مع استقبال الجزيرة لأعداد هامة من المصطافين من كل معتمديات ولاية مدنين والولايات التونسية الأخرى، إضافة إلى السياح الأجانب. في خبر آخر، تم انتخاب الجمهورية التونسية في منصب رئيس اللجنة الدائمة لمنتدى الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وجاء هذا الانتخاب في مؤتمر اليونسكو المنعقد في مدينة براست الفرنسية أيام 17 و18 و19 من جوان الحالي، وهو تتويج يأتي على إثر نجاح المؤتمر المنعقد بتونس العاصمة يومي 10 و11 من جوان الجاري، والذي أقر دور
بلادنا كمنسق عام في حماية وصيانة منطقة سكاركيا المغمورة والواقعة في المياه الإقليمية الفاصلة بين تونس وإيطاليا. وحضر المؤتمر مندوب تونس لدى اليونسكو غازي الغرايري والباحثة بالمعهد الوطني للتراث وفاء بن سليمان. ومن المنتظر أن تحتضن مدينة المهدية في ربيع سنة 21 و2000 المؤتمر العالمي للتراث المغمور بالمياه. نقص فضاءات الترفيه بولاية تطاوين إشكالية تطرح في كل عطلة مدرسية ومع حلول فصل الصيف. ولتجاوز الإشكال تم بعث مشروع من قبل مواطن تونسي مقيم بالخارج ويتمثل في فضاء ترفيهي موجه للعائلات ليصبح قبلة الأولياء وأبنائها. في ولاية تطاوين ومع ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ والانتهاء من الامتحانات الثانوية للتلاميذ، تجدد الإشكال ذاته في هذه الولاية بغياب فضاءات الترفيه الموجهة للعائلات والأطفال، مما جعل هؤلاء يجدون صعوبات جمة للتوجه إلى فضاء ترفيهي. والله صحيح بالنسبة للجهة وخاصة ولاية تطاوين عندنا إشكال كبير اللي ما عندناش فضاءات باش الواحد يهز صغاره وين يتفرد وين يبدل الجو، فهمتني؟ فضاء هو المنتزه هذا حاجة خلق العادة وما كانتش عندنا قبل المبادرة هذه في تطاوين. فضاء هذا ترفيه يعني بصراحة مناسب جدا لوليدات بعد الضغط متاع الدراسة والامتحانات. بصراحة يعني هاك شوفيهم صغار فرحانين ويعني متفردين. وفي مبادرة لحل نقص الفضاءات الترفيهية تقدم مستثمر من أبناء الجهة مقيم بالخارج وبعث مشروع تمثل في فضاء ترفيهي لقي إقبالا من الوهلة الأولى من قبل أهل الجهة والمناطق المجاورة للولاية. بطبيعة الحال يعني هذه من الحاجات اللي كانت ناقصة في تطاوين وكمستثمرين حابين نستثمر هنا في القطاع هذا، فهمتني ولا؟ ونزيدوا نشغلوا اليد العاملة 22/1 ونزيدوا كل عام نزيدوا لعب جديدة وبروجيات جديدة. الفضاء هذا يشمل مقهى مطعم الألعاب للأطفال. إحداث هذا الفضاء الترفيهي والمنتزه العائلي حلم روض الجميع لما يقدمه لأهل الجهة من خدمات وترويح على النفس خاصة في الصيف وعند ارتفاع درجات الحرارة ليلا. تحسينا مرتاح ولو إقبال يزيد شوي كل مرة يزيد إلى حد الآن باهي. هي مبادرة أولى في انتظار مبادرة أخرى من قبل رجال أعمال من أهل الجهة أو خارجها للاستثمار في هذا المجال، في انتظار مبادرات من قبل السلطة المعنية جهوية كانت أو بلدية لتركيز فضاءات مماثلة لهذا المشروع لفائدة أهل الجهة. ضمن أخبارنا الثقافية وتحت عنوان ملوفنا في الذاكرة، نظمت جمعية رشيدية بالمنستير الدورة الرابعة لمهرجان ربيع عشاق الملوف. ويحتضن قصر الرباط بالمنستير فعاليات هذه الدورة والتي تتواصل إلى غاية 23 من جوان الجاري. بهذا المقتطف في أحياء مجموعة ميوزات للموسيقى العربية حفل افتتاح مهرجان ربيع عشاق الملوف في نسخته الرابعة، حفل أقيم بقصر الرباط بالمنستير. الدورة هذه اللي شهدت انفتاح مغاربي خلال مشاركة لمجموعة كورال الأندلسية من المغرب والفنان الجزائري من قسنطينة الفنان عباس الريغي. الدورة هذه تميزت بتنظيم ورشات تكوينية في مجال الموسيقى التقليدية التونسية بتعبيراتها ولهجاتها المتعددة المختلفة، بالإضافة إلى تركيز ورشة في تقنيات العزف على آلة العود التقليدي التونسي ليشرف عليها الأستاذ زياد المهدي. وقد مثلت مشاركة الجزائر في هذا الحفل مناسبة للإعلان عن إبرام اتفاقية شراكة بين جمعية الرشيدية بالمنستير ونظيرتيها الجزائرية والمغاربية. شرف كبير أني أشارك لأول مرة في مدينة المنستير. تونس والجزائر والمغرب الشقيق يبرمون إن شاء الله من خلال هذا المهرجان اتفاقية تؤسس إلى مشروع كبير يجمع ما بين ثلاث مدارس، المدرسة التونسية والجزائرية والمغربية، وتكوين مجموعة موسيقية مشتركة، فرقة مغاربية تسمى بالأوركسترا المغاربية للموسيقى الأندلسية إن شاء الله. ألوان
غنائية من التراث والعتيق طلب لها الحضور وتفاعل معها. تعرض فيها امتياز كبير على اعتبار أنه يجمع بين النغم والطابع التونسي وكذلك الطابع الجزائري اللي ما يختلفش علينا. مالوف أصالتنا، أصالة المغرب العربي. ديما نحضر مهرجان المالوف بالمنستير على خاطر يعجبني ونعمل عليه جو. وحضورنا للفعاليات المهرجان أصبح من تقاليدنا، معناها لأنه المالوف لما نقول مالوف نقول جذورنا، نقول هويتنا، وهذه الحاجات اللي لازم نحافظوا عليها وديما نحرصوا على إحيائها. ويذكر أن هذه الدورة ستمكن متابعيها وعشاق المالوف من 4 سهرات من الفن الأصيل إلى جانب العديد من الورشات الموسيقية. رياضيا الآن، أجواء احتفالية في اليوم الوطني للرياضة شهدها المركب الرياضي بقفصة، مناسبة تم خلالها تكريم رياضيي الجهة في مختلف الأصناف إيمانا بمجهوداتهم والنتائج التي حققوها في البطولات الوطنية والعالمية. فعاليات احتفالية شهدها المركب الرياضي بقفصة احتفاء بجمعيات وأبطال الجهة في مختلف الأصناف والرياضات. اليوم نحتفل في ولاية قفصة باليوم الوطني للرياضة، يوم 20 جوان. اليوم كرمنا الجمعيات المتوجة على المستوى الجهوي والوطني، كما الجمعية النسائية اللي فازت بكأس تونس كرة القدم في الفتيات، كذلك بعض الجمعيات اللي صعدت من قسم لقسم في كرة القدم، كذلك جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة. حصلنا على كأس تونس وهي المرة الأولى في تاريخ الجمعية. التتويج هذا جاب مجهود اللاعبات هذانا واللي مش موجود موجودين معنا اليوم. تجاهت معناها تضحيات ومجهودات كبيره برشا. الحمد لله الكاس ما جاش معناتها ما عطوهناش معناتها لله، جبناه بمجهودنا، خدمه نتاع عام كامل ما مشيتش خساره، خدمنا على البطوله ولا كاس الحمد لله يا ربي، توجنا بكاس. رياضيون ورياضيات من ولايه قفصه حققوا افضل النتائج جهويا ووطنيا وايضا دوليا، فكان التكريم نصيبهم اعترافا بتميزهم وتالقهم. كان المركز خاص كان بالذكور فقط، يعني فتيان فقط. حاولت زاد نشرك البنات في كره القدم بحكم هي كره شعبيه يحبوها الصغيرات الكل. الحمد لله لقيت بنيات وتكونوا تكوين باهي والحمد لله ترشحنا البطوله الجهويه في كره اليد خاصه بولايه قفصه، وتحصلنا على المرتبه الثانيه وطنيا في البطوله الوطنيه لكره اليد. ما حطمت رقم قياسي في المغرب في مراكش. نشكركم برشا على التكريم هذا ولأول مرة الحصيل في قفصة. الاحتفال باليوم الوطني للرياضة بقفصة هو لمسة تقدير تمنح رياضيي الجهة دفعا قويا نحو تحقيق مزيد من النجاحات، وتجدد لهم الموعد مع منصات التتويج. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا. تعزيز المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس بآلة طبية حديثة للتشخيص الدقيق والمبكر للأورام السرطانية. وطأة التغيرات المناخية تتجلى في تقلبات الطقس، والسياسات الوطنية لمجابهة الظاهرة في حاجة إلى التمويل. واستعدادات مكثفة بجربة لإعداد الشواطئ وتنظيفها لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف. وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.